ارباع رزنت ايفل 7 راح تنزل، حد متحمس راح تكون عجيبة حدها، وقادة فور ولك هذه صدق حماس. رديت نمشي تو حماس 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 اقتل حماسك. نصيحة، اقتل حماسك. بلاي ستيشن اكسبيرينس هالسنة كان شيء عجيب، وبين ان سوني احترفوا المؤتمرات الحين. انشارتد بالبداية وذا لاست اوف اس 2 بالنهاية اللي ما حد توقعها، وفي كم شيء شكله شيء حلو حاولوا يحطونه بالنص، وفي كم شيء ممل حاولوا يوزعونهم عشان ما تحس بالملل، وريماستر كراش كان شيء كبير. كان مؤتمر حلو، وانا ما ابي اصير نظام اللي اخرب الوناسة. اذا انت متحمس ومستانس اوكي، يعني ما ابي اقول لك لا تتحمس لا تستانس صير نفسي لا تتحمس كلش، ما ابي اصير كذي. اذا الحماس يونسك اوكي خلاص كيفك تحمس، بس اعتقد انه مهم مثل هالوقت نتذكر اضرار الحماس. متحمس حق God of War، زلدا، شنمو، هورايزن، ماس افكت، كابهيد، ساوث بارك، سونيك. اقتل حماسك. ايش فايدة الحماس اصلا؟ اذا في شيء يسويه الحماس هو انه يضر بس. مرات اشوف مواقع او قنوات يوتيوب يقول لك 10 اسباب عشان تتحمس حق اللعبة، ولا ليش هاللعبة اللي لما الحين ما نزلت تكون لعبة السنة، ولا ليش نتحمس حق هاللعبة. وانا قاعد طالع اقول صح، ليش نتحمس ليش نتحمس ليش نتحمس لا نتحمس. وتكفون يا المواقع والقنوات لا تشجعون الحماس. انا اكره ان فكرة الحماس تكون شيء اساسي حق كل اعلان وكل مؤتمر، واكره فكرة ان الواحد لازم تكون عنده لعبة متحمس لها، ولما تنزل يدور لعبة غيرها عشان يتحمس لها. انت شنو متحمس؟ Resident Evil 7؟ انا متحمس حق Red Dead Redemption 2 التريلر اللي مال دقيقة هذا. حدي متحمس، ما ادري شلون اقدر اتحمس بس حدي متحمس. ليش؟ ترى مو شرط تكون متحمس حق اي شيء، عادي يعني قاعد تلعب الالعاب اللي تنزل وخلاص، مو شرط تكون متحمس حق شيء بينزل بعدين، عادي. المشكله الاكبر لما ما يكون في شيء تتحمس له. Death Stranding، Project Sonic 2017 تريلر ما في شيء، ما في ولا شيء، شلون تتحمس؟ يمكن افهم سونيك وRed Dead Redemption 2 عشانهم سلاسل، فيعني تقدر تقول من السلاسل اللي طافت انا اقدر اتوقع شنو يصير الحين، مع ان سونيك كل مره يتغير. بس يمكن Death Stranding لعبة جديدة ما نعرف عنها شيء، شلون تتحمس؟ يمكن من بعد حفل الجوائز اللي ما يهتمون الجوائز صار في اكثر من تريلر واحد، والتريلر الثاني كان فيه اشياء اكثر، بس في ناس متحمسين من تريلر مال اي 3 اللي بس فيه نورمان ريدس متفسخ. لما تشوف هالتريلر شنو تفكر فيه؟ شلون راح تلعب هاللعبة؟ شنو نظامها؟ القصة عن شنو؟ وين احداثها؟ ما تعرف ولا شيء. التريلر كان حلو، والاخراج حلو، الموسيقى حلوة، بس هذه لعبة، شلون تتحمس حق لعبة ما تعرف عنها شيء؟ الحماس يخليك تحط توقعات مو موجودة. عشان كذي لما اشوف مؤتمرات اي 3 او غيرها اركز على طريقة العرض والكلام اللي ينقال والمفاجآت، مو الالعاب نفسها. انا اشوف المؤتمرات عشان استمتع مو عشان اتحمس، لان لازم تتذكر المؤتمرات عبارة عن اعلان، ما راح تشوف اعلان صابون وتقول انا متحمس اشتري صابون. الحماس يخليك تحط توقعات مو موجودة، نفس اللي صار حق ووتش دوكس. تتذكر؟ تتذكر العرض الاول؟ تتذكر الصدمة القوية؟ ارجع شوف العرض، العرض ما كان فيه شيء غير الجرافيكس. صح الجرافيكس صار لنا داون جريد، بس اغلب الافكار باللعب اللي كانت موجودة بالعرض هم كانت موجودة باللعبة. المفاجأة كانت قوية، بس مو معناها اتحمس على اللي قاعد اشوفه بس عشان الجرافيكس. ركز باللعب، ركز بالعرض. طبعا الناس اللي يدورون الحماس ينطون على اي شيء شاف جرافيكس نط عليها ومسكها، يلا واتش ذاكس، يلا خلينا نتحمس حق واتش ذاكس. وحطوا توقعات عالية واشياء مستحيل تكون موجودة باللعبة بس عشان متحمسين. انا متحمس، يلا خل اتحمس اكثر، خل ازيد الحماس، خل اقول اشياء كذي اكذب على نفسي، قص على نفسي بس عشان اتحمس اكثر. ونومان سكاي حتى مع الاشياء اللي مو موجوده باللعبه، مع انها اعلنوا انها راح تكون موجوده، حتى لو كانت موجوده من اول يوم ما راح تصير احسن بوايد. شنو الديناصورات شكلهم احلى ولا كوكب مائي؟ صدق هالشيء راح ياثر على انك طول الوقت تكسر صخر وبس؟ يمكن الاونلاين وبعض افكار الالعاب مثل انك تصير ضد فريق ومع فريق، هالاشياء تاثر على اللعب.
بس الاساس اللي ورونا اياه كل مره يورونا اللعبه ويورونا شنو الهدف من اللعبه يكون انك تكسر صخر، تركب مركبه تروح كوكب، تكسر صخر ترجع مركبه تروح كوكب ثاني. من اول ما شفت اللعبه وانا قاعد اقول كذي، ونزلت وطلعت كذي. حتى مع النصابين تقدر تركز بالعروض وتتحكم بحماسك، ما تخلي حماسك يحركك على طول. كانوا كل مره يسالون المطور عن اشياء موجوده باللعبه، يا يجاوب جواب واضح او انه ما يجاوب، والناس اللي متحمسين هم يطلعون جواب من عندهم. بدام ما جاوب يعني ما في شيء، لا تحط توقعات من عندك، لا تتخيل اشياء مو موجوده باللعبه. الحماس ممكن يخليك تخرب اللعبه اللي انت متحمس لها عشان تحطيت توقعات خياليه. شوف، اذا متحمس حق لعبه اسال نفسك سؤال، لما العب هاللعبه شنو راح اسوي؟ اذا ما عرفت تجاوب اقتل حماسك. الاهم انك ما تصير فان بوي حق لعبه ما نزلت. خلاص ندري ان زلدا براث اوف ذا وايلد هي راح تكون افضل لعبه بالسنه، تقدر تهدي شوي ومو شرط تسب اي واحد يقول اي شيء ثاني. واذا حسيت انك بديت تصير فان بوي من كثر الحماس اقتل حماسك بسرعه، انت اهم شيء تقتل حماسك عشان ما تعادي غيرك. وحماس عن حماس يفرق، يعني مثلا اذا واحد متحمس حق الجزء الثالث من سلسله معروفه وشفنا عروض وايد عنها فيقدر يتوقع شنو راح يقدر يلعب، فراح افهم ليش متحمس، راح اقول له اقتل حماسك لان الحماس ما له فايده، بس على الاقل عنده سبب يتحمس له. عاد هالكلام جاي من منو؟ من واحد يكره الحماس وفكره الحماس. انا احب العب العاب موجوده نازله الحين اقدر العبها، اقدر اقول حق الناس يلعبونها، اقدر افكر فيها، اقدر اجربهم. ليش اقعد افكر بلعبه يبي لها سنتين على ما تنزل؟ ما راح تفرق اذا تحمست ولا لا. اذا قاعد اشوف لعبه بتنزل بعدين خلص اوكي ما افكر فيها، لما تنزل يصير خير. بس مع كل هالكلام اللي قلته عن الحماس وش كثر اكره الحماس، انا بعض المرات اتحمس. هالشيء نادر بس يصير. اذا شفت لعبه لها عروض وايد وافكار سهل تنفهم من شلون العبها، واذا كنت اثق بالمطورين ممكن اتحمس. نفس لعبه نزلت هالسنه اسمها سيفرد او قبل ريمان ليجندز، او حلقه من لعبه تيل تيل قاعد العبها، وعاده يكون بنفس الاسبوع اقول انا متحمس يصير هاليوم عشان العبها، فاعتقد حتى انا اتحمس. اقتل حماسك.